أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين. وفي مشاهدها لهذا اليوم: الجيش اليمني يزيح الستار عن أسلحة استراتيجية في أضخم عرض عسكري له. هل تقلب العناصر الجديدة موازين المواجهة وتعزز حظوظ السلام؟ نار الطاقة تكوي جوب منتجي الهندباء في فرنسا. أي شتاء ينتظر هذا القطاع الاقتصادي الحيوي؟ مهرجان بيروت للصورة يقلب في صفحات الذاكرة بعدسة مصورين عرب وأجانب. ما دور المعارض في إيقاد شعلة الذاكرة وسط الحرب على الهوية؟ ساعتان مكثفتان، ما قبلهما ليس كما بعدهما. فالقوات المسلحة اليمنية بعد العرض العسكري في ميدان السبعين ليست كما كانت عام 2015. عشرات المنظومات الصاروخية المتطورة والأسلحة البحرية والدفاعات الجوية أزاح الجيش الستار عنها في الذكرى الثامنة لثورة 21 من سبتمبر. الآن تمر من أمام المنصة صواريخ قدس المجنحة بأجيالها الأول والثاني والثالث. هذه الصواريخ التي دكت أرامكو في جدة والتي دكت عواصم دول العدوان وكان لها دور بارز في مواجهة الأعداء والمعتدين. أصبح الإسرائيلي يتحدث عن هذه الصواريخ والأمريكي وكل قوى الطاغوت. أجيال جديدة من الصواريخ إذن مشاهدين، وطرادات قادرة على المناورة ومسيرات عديدة بينها ما هو قادر على تجاوز 3000 كيلومتر. ذكرتها وطورتها أياد يمنية خالصة في أحلك الظروف التي تمر بها البلاد بفعل حصار مطبق. هي رسالة السلام لمن يريد السلام والحرب لمن يضمر العدوان، تقول صنعاء. الزخم ليس عسكريا فحسب، بل هو بشري أيضا. عشرات الآلاف من وحدات الجيش شاركت في عرض عسكري هو الثاني في أقل من شهر بعد العرض الذي شهدته مدينة الحديدة. هي خارطة طريق لمرحلة جديدة بعيدا عن المراوحة التي فرضتها هدنة مفصلة على مقاس التحالف. لكن الرسالة لا تستهدف دول التحالف فحسب، بل تضوي أيضا في تل أبيب وتعبر البحر الأحمر وخليج عمان. اليوم اليمن تذهب تدعو بكلمة الرئيس المشار، دعا إلى السلام وقال إن الوقت اليوم قد حان إلى السلام، وأن اليمن تستطيع بهذه القوة العسكرية التي تمتلكها وبأيضا إمكانيتها العسكرية الذي لم تكشف إلا على القليل منها، إنها تستطيع أن تحمي مصالحها الاستراتيجية وأن تقدم أيضا للعالم بأنها هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحمي المصالح الاستراتيجية العامة في باب المندب وخليج عدن وفي البحر العربي. أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، هل تغير القدرات اليمنية الجديدة موازين الردع في أي مواجهة مقبلة؟ ثانيا، كيف سيتلقف التحالف السعودي رسالة السلام لمن يريد السلام كما وضعتها صنعاء؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيف المشهد الساخن معنا اليوم، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية الدكتور عماد الحطبة، هو معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أهلا بك معنا أستاذ عماد. إذن في أقل من شهر عرض عسكري ثاني يمكن وصفه بالضخم أو بالمهيب إذا صح التعبير تنظمه صنعاء، الأول في الحديدة والثاني في ميدان السبعين. أي رسالة أرادت أن تبعثها صنعاء من خلال هذه العروضات العسكرية؟ أعتقد أن رسالة صنعاء واضحة جدا. صنعاء حسمت المعركة في الميدان ودفعت الخصم العدو الذي يمثله التحالف ومنه للرضوخ للإرادة اليمنية كخطوة أولى والوصول إلى وقف إطلاق النار. الآن هناك رسالة ثانية كانت واضحة تماما في خطاب السيد المشار، هي رسالة سلام، لا شك في ذلك، بأننا نريد السلام، لكن هذا السلام ليس سلاما غير مشروط، هو مشروط وبشروط الثورة اليمنية وبشروط أنصار الله والجيش اليمني، أنها إيصال النفط، إزالة الحصار، دفع الرواتب. إذن هذه الرسالة أيضا كانت واضحة، هي يد ممدودة بالسلام لكنها ليست يدا ضعيفة، هي يد قوية، هي رسالة حتى لكل من ينادي بالسلام في منطقتنا يقول نعم نحن نرغب بالسلام، لكننا عندما نمد أيدينا بالسلام نمدها أيد قوية مدعومة بما رأيناه من أسلحة حملت
رمزيات كثيرة، سواء من حيث المدى، من حيث النوعية، حتى من ناحية الأسماء. يعني عندما تسمي البحر الأحمر، القدس، قاصف، كلها أسماء ذات دلالات. سأتحدث عن هذه الأسماء بعد قليل، خاصة أنه لدينا عرض مفصل عنها أستاذ عماد أو دكتور عماد. ولكن أيضا يعني كما ذكر السيد المشاط، هي رسالة سلام، يقول لمن يريد السلام. ولكن البعض قد يقرأ هذا الاستعراض العكس العسكري ربما بطريقة معاكسة، ويعتبر أنها رسالة قوة، وبالتالي صنعاء مستعدة لأي معركة. كيف تكون إذن رسالة سلام لمن يريد السلام؟ السلام لا يعني الاستسلام، هذا ما أراد أن يقوله السيد المشاط. السلام المبني على القدرة. ما قاله السيد المشاط اليوم، قال نحن نمتلك القوة ونمتلك القدرة على التصدي للعدو، على ردع هذا العدو، لكننا ننزع نحو السلام بشروط إنسانية، ليست شروط مجحفة. ما طالب بها هي شروط طبيعية، هي حقوق طبيعية لليمن وللشعب اليمني. إذن هي رسالة تقول إذا أردتم السلام فها هو السلام معكم، أما إذا رفضتم السلام لمن يريد السلام، أما إذا رفضتم فالجيش اليمني، الشعب اليمني، أنصار الله، نحن جاهزون للتصدي للعدوان، ولن نقبل بأقل من سلام مكتمل فيما يتعلق بحقوقنا، وخاصة أن الحوار يدور اليوم حول تمديد الهدنة التي تنتهي في الشهر القادم، والولايات المتحدة تسعى إلى تمديد الهدنة. في هذه الجزء الأخير من الهدنة أو النسخة الأخيرة من الهدنة لم يستلم اليمن وقود. على سبيل المثال كان الحصار مشددا، لم يتحقق أي شيء من الوعود. طيب دكتور عماد، رسالة القوة هذه، رسالة القوة هذه التي تربطها حضرتك الآن أيضا بموضوع الهدنة التي يجب أن تمدد في حال تم التوصل إلى اتفاق، هذه الرسالة العسكرية التي رأيناها رسالة القوة، هل يمكن أن تحسن من أوراق صنعاء للتفاوض على الطاولة أيضا، وبالتالي فرض شروطها المحقة كما تقول، وهي تخفيف الحصار، لا بل فك الحصار عن الشعب اليمني؟ بالتأكيد. يعني اليمن اليوم هو أكثر، يعني كان أمن، قال أنا أمتلك هذه القوة، إذا أردتم الذهاب إلى طاولة المفاوضات فأنا لا أذهب بالصورة البسيطة للمقاتل اليمني الذي تتغزل به ونقول المقاتل الحفاف الجبال وما إلى ذلك. هناك جيش مسلح بصواريخ، بطائرات مجنع، بصواريخ مجنحة، بطائرات. هذا الجيش نجلس معا إلى الطاولة، ستعاملني معاملة الند وستقبل بشروطي كما أنا سأقدم ما هو مطلوب مني. هو تحدث عن تبادل الأسرى، تحدث عن تبادل الجثامين، إذن أنا سأقبل بتقديم ما هو مطلوب مني، لكن عليك أن تأخذني أنا جيش مجهز وجاهز، وعندما أجلس على طائرة المفاوضات عليك أن تتذكر ما رأيته في هذا اليوم. هذه الرسالة، رسالة القوة التي نتحدث عنها مع الدكتور عماد الحطب مشاهدينا، شهدت عرض للكثير من المنظومات الصاروخية. الجيش اليمني أزاح الستار عن عشرات المنظومات الصاروخية والأسلحة والطرادات البحرية والدفاعات الجوية التي صنعتها هيئة الصناعات الحربية اليمنية. فما أبرزها سنتابع إذا مشاهدينا الآن في هذا العرض. نبدأ مع صاروخ قدس ثلاثة المجنح الذي تصفه الأوساط الإسرائيلية بأنه كاسر للتوازن، يصل مداه إلى فلسطين المحتلة كما نرى في هذه الخريطة مشاهدينا، من اليمن من هنا إلى فلسطين المحتلة هنا على هذه الخريطة. هو صاروخ أرض أرض مجنح بعيد المدى، يتميز بقدرته على التخفي عن الرادارات. صواريخ باليستية نوعية عديدة أيضا أزيح الستار عنها، نذكر منها صاروخ حاطم بعيد المدى وهو الجيل الرابع من صواريخ بدر، كذلك معراج وهو مطور من صاروخ بدر بي 1. لكن ما يميزه عن بدر أنه يملك قدرة عالية على المناورة وتخطي التشويش. من الصواريخ اللافتة أيضا كان صاروخ صقر الذي يمتاز بسرعة تصل إلى 200 متر في الثانية. في قائمة الصواريخ بعيدة المدى يندرج أيضا صاروخ فلق الذي يحمل رؤوسا عديدة، كما شمل العرض صاروخ البحر الأحمر الذي يمتاز بسرعته العالية، وصاروخ محيط القادر على العمل في كل الظروف الجوية، وكرار الذي شكل إضافة نوعية في الأسلحة التي تعمل بنظام التوجيه الذكي وهو يحمل رأسا متفجرا بزنة نصف طن. العرض شمل عددا من الطائرات المسيرة من طراز صماد، واللافت الكشف عن طائرتي خاطف 2 الهجومية ومرصاد 2
وهي طائرة استطلاعية، غير أن الرسالة الأكبر كانت باستعراض نوعي لعدد من طائرات وعيد الهجومية بعيدة المدى التي يصل مداها إلى أكثر من 3000 كيلومتر. سلاح البحر شمل استعراض زوارق حربية متطورة من طراز عاصف واحد، عاصف اثنين، عاصف ثلاثة، وكذلك زورق طوفان واحد وطوفان اثنين، طوفان ثلاثة، وهذه الأخيرة تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على التخفي. كما تشمل القائمة زورق ملاح، وجميع هذه الأسلحة قادرة على تنفيذ مهمات هجومية ودفاعية ضد أهداف ثابتة أو متحركة. هنا أعود إليك دكتور عماد الحطبة، لأنه هناك صواريخ وطائرات استطلاع وبمديات عالية جدا، وبعض منظومات الصواريخ قادرة على تفادي الرادار والتشويش. اللافت أنه مباشرة البعض تحدث أنه هناك مخاوف كبيرة في تل أبيب، ونحن عرضنا صاروخ قدس قبل قليل وكيف بإمكانه أن يضرب الأراضي الفلسطينية المحتلة من اليمن. لماذا برأيك تخشى إسرائيل؟ وإلى أي مدى أيضا الرسالة اليوم وصلت إلى تل أبيب من خلال عرض هذه المنظومات؟ الرسالة وصلت إلى تل أبيب منذ قصف أرامكو. يعني منذ قصف أرامكو تنبأت تل أبيب بأن الجيش اليمني يمتلك صواريخ يعني أبعد مدى من تلك التي استخدمت. اليوم تم الكشف عن هذه الصواريخ التي تقول ببساطة نحن قادرون على الوصول إلى فلسطين. هذا ليس كافيا. ترافق ذلك مع إعلان صريح يقول نحن اليوم في قلب محور المقاومة. صحيح. وهذا الإعلان يعني لا يمكن فصله عن العرض. عندما تقول أنا في قلب محور المقاومة وهذا وأمتلك هذه الصواريخ، أمتلك صاروخ مدى يصل إلى الأرض الفلسطينية، أمتلك صاروخ يذهب إلى البحر الأحمر حيث يمكن أن يعطل الملاحة، أمتلك زوارق. إذن هذه رسالة واحدة ومتكاملة لا بد أن تقلق. طيب في المعادلات دكتور عماد، وجود اليمن وإعلانه الصريح بأنه جزء من محور المقاومة، كيف ينعكس ذلك في ظل هذه القدرات العسكرية الكبيرة، إن كان على المستوى التقني، على مستوى الصاروخ، على مستوى طائرات الاستطلاع، مع العدد البشري الكبير؟ ورأينا تنظيم عالي الدقة بالنسبة لليمنيين الذين يتعرضون لهذا الحصار كل هذا الوقت. كيف ينعكس ذلك على اليمن أن يكون جزء من محور المقاومة بهذه القدرات؟ وكيف ينعكس على محور المقاومة أيضا في إطار المعادلات الإقليمية والدولية التي تتشكل في هذه الأيام؟ لا بالتأكيد محور المقاومة اليوم مستهدف بحده. يعني ما يحدث اليوم تجاه إيران، تجاه الغارات المتكررة على سوريا، الحديث المتصاعد والمتذبذب حول ترسيم الحدود مع لبنان، انضمام اليمن إلى هذا المحور بهذا الثقل وبهذا التنوع في التسلح وبهذه القدرة النارية وبهذا العديد من الجنود، بالتأكيد سينعكس إيجابا على محور المقاومة في المرحلة الحالية على فرض شروط في بعض الملفات. لكن على المدى البعيد نحن نتحدث عن أن هذا الكيان أصبح محاصر. اليوم هناك صواريخ الحزب الله من الشمال، هناك من الشرق صواريخ القادرة للوصول والقادمة من إيران أو من بعض التنظيمات المقاومة في العراق، هناك العربية السورية وموقفها الواضح من القضية الفلسطينية، هناك قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة، والآن يعني يزيد ذلك كل قوة أنه حتى في أقصى الجنوب هناك قوة عسكرية حاسمة وقادرة. إذن هناك تأثير قصير المدى على الملفات المفتوحة اليوم، لن يغيب تأثير ما رأيناه اليوم على هذه الملفات، وهناك تأثير بعيد المدى واستراتيجي بأن محور المقاومة يتعاظم ويكبر ويصبح أكثر قوة وأكثر تأثيرا في السياسات. طيب دكتور عماد، هناك أيضا نقطة هامة أريد منك أجوبة سريعة، لأن هناك الكثير من الأسئلة عن هذا الموضوع نظرا للارتباطات. قبل قليل كان هناك صورة على الشاشة أمامي تحت الصواريخ، منظومة صواريخ صقر، مكتوب صنع في اليمن. ما الذي يعنيه أن يتمكن شعب محاصر بهذا الشكل، تعرض لعدوان لمدة يعني تراوح ما بين 6 إلى 7 سنوات، ما الذي يعني أن يتمكن من صناعة كل هذه الترسانة العسكرية بالرغم من كل الظروف الصعبة؟ يعني أن القدرة، أن هذه التقنيات تناول جميع أطراف محور المقاومة تحت الحصار، تحت أي ظرف هي قادرة على الصناعة، وبالتالي على العدو أينما كان، سواء كان في محيط اليمن أو في داخل، أن يشعر فعلا بالرعب وبالقلق، لأن هذه التقنيات أصبحت متناول كل
أطراف هذا المعركة. طيب دكتور عماد، أيضا كان هناك تصريح بعد هذا العرض العسكري اليمني، تصريح أمريكي يتحدث أن هناك صواريخ يمتلكها اليوم أو تمتلكها اليوم القوات اليمنية قادرة على استهداف القواعد الأمريكية في جيبوتي وأيضا في إريتريا. ما الذي يعني هذا التصريح الأمريكي بعد هذا العرض أيضا العسكري اليمني، وما الذي يعنيه فعلا أن تمتلك القوات اليمنية هذه القدرة على استهداف هذه القواعد؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن هذه الصواريخ متوفرة قبل هذا العرض التي تستهدف جيبوتي وإريتريا، لكن هي أرادت أن تقدم الصعيد. هذا من الناحية الإعلامية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك اليوم أنه في حال أي مواجهة مفتوحة في المنطقة، أي حرب مفتوحة في المنطقة، فهي كما قواعدها في سوريا، كما قواعدها في العراق، كما قواعدها في منطقة الخليج، أيضا قواعدها في أفريقيا ممكن أن تكون هدفا لمحور المقاومة. لذلك عليها أن تفكر أكثر من مرة قبل أن تشتبك مع هذا المحور. طيب دكتور عماد، ولو سريعا، الطرف المقابل سيتلقف برأيك رسالة السلام أم سيعتبر أنه محصل اليوم استفزاز وتصعيد من قبل القوات اليمنية؟ أعتقد أن الطرف المقابل لا يمتلك من فرصة إلا أن يذهب إلى السلام، لأنه حاليا هو الطرف ضعف وهو الطرف الذي يبحث عن طريقة تحفظ لهما وجهه للخروج. قد إعلاميا يعتبرها رسالة مستفزة، لكنه عمليا سيذهب باتجاه ما يريده اليمن. اليمن ينتصر، وهذه حقيقة لا يمكن تجاوز. الكاتب والبحث في الشؤون السياسية الدكتور عماد الحطبة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم مباشرة من عمان. مشهد اليوم اخترناه لكم من بلدة بوفن الفرنسية، وتحديدا من معمل المزارع إيمانويل لوفيفر، حيث ينشط العمال في تغليف الخضروات. فما القصة؟ يتخوف صاحب المعمل الواقع عند الحدود الفرنسية البلجيكية من توقف عمله في غضون شهرين بفعل تكاليف الطاقة التي ارتفعت 10 أضعاف تقريبا بسبب تكاليف التبريد العالية، وهو حال ينطبق على كل معامل إنتاج الهندباء في فرنسا التي صارت تتكبد 53 يورو للكيلو وات في الساعة، بعدما كانت تنفق نحو 5 يورو فقط. يعتمد إنتاج هذه الشركات على الكهرباء في بلد يشتهر في تصدير الهندباء للعالم، ويعمل في هذا المجال نحو 4000 شخص في منطقة أو دي فرانس وحدها شمال البلاد. من المحور الذاتي إلى الجماعي الثقافي، يجوب مهرجان بيروت للصورة في شريط الذاكرة مشبعا بالرسائل وغنيا بالجماليات التي يوجهها إلى فلسطين بالدرجة الأولى. الذاكرة إذن هي محور المهرجان الأول من نوعه في تاريخ لبنان. معارض عديدة تتضمنها الفعالية الثقافية التي تحتضن عشرات المصورين من عرب وأجانب، فأي أهمية يحملها الحدث لناحية المحتوى والمشاركين وكذلك لناحية المكان في ظل كل التحديات التي تعيشها بيروت؟ عن هذا الموضوع سنسأل مشاهدينا معنا هنا في استديوهات الميادين الأستاذ رمزي حيدر، هو مؤسس ومدير مهرجان بيروت للصورة ورئيس جمعية دار المصور. أهلا وسهلا فيك أستاذ رمزي، شرفك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. إذن نحن نتحدث عن مهرجان هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان، أو معرض عفوا هو الأول في نوعه في تاريخ لبنان. لماذا قررتم إقامة المهرجان في بيروت؟ أول شيء مساء الخير إلى كل المشاهدين. مساء النور، أهلا وسهلا فيك، وشكرا على الاستضافة وأعطانا فرصة نعبر أو نشرح للناس شو سبب مهرجان بيروت للصورة. الحقيقة هو هيدا الدورة الثانية، بال 2019 كانت الدورة الأولى، ولكن 2021 ما قدرنا بسبب الكورونا والانهيار اللي كان حاصل بالبلد. اليوم ب 22 قررنا بإصرار إنه لازم يكون، رغم كل الظروف والمعاناة الاقتصادية إذا بدك اللي نحن بنعاني منها، إنه مهرجان بيروت للصورة يكون موجود. وكنا قدام صعوبات عدة. أولاً ظرف البلد ما بيسمح تجمعات، ما صعب إنك تجمع الناس يعني. وضع اقتصادي كتير صعب، ولكن كان في إصرار عند مجموعة من الأشخاص اللي هن قيمين على مهرجان بيروت للصورة إنه السنين يقام. أولا خدنا
عدة محاور. المحور الأول، طيب شو رأيك أستاذ رمزي، سنتحدث عن هذه المحاور، ولكن قبل ذلك نعرف المشاهدين أكثر على هذا المعرض عن قرب من خلال هذا التقرير المشاهدين، ثم نعود لنكمل هذا الحوار. معرضنا اليوم الذي يوقعه مهرجان بيروت للصورة بنسخته الثانية إنه إنقاذ بالذاكرة وانتشال لجسدها من مستنقع النسيان. بعتقد نحن لبنانيين وسائر شعوب هذه المنطقة الأحرار مكتوب عليهم يكونوا على الدوام جاهزين لإحباط محاولات الإحباط. الصورة هي توثيق للحظة، هي توثيق للأحاسيس، أحاسيس كل مصور، توثيق للتاريخ، هي فن، هي كل شيء صورة. الشيء الحلو أنه هالمعرض على دورته الثاني موجود اليوم عندنا بلبنان، شيء كثير منيح لأنه عم بيعزز الثقافات المشتركة بينه وبين الدول الأجنبية. معرض خليل رعد اللي موجودين فيه الآن بافتتاحه والصور اللي موجودة أيضا فعليا بتدلل على فلسطين بعهدين، عهد العثماني وعهد الانتداب البريطاني، وبالتالي نحن منشوف بهذه الصور فلسطين وهي مليئة بالحياة. وإن شاء الله المهرجانات هذه تتعاود وما تتعملش مرة وبعد تضمحل، وإن شاء الله الصورة الفوتوغرافية ماشية في أحسن الحال متاعها. هكذا تحضر أيضا فلسطين في هذا المهرجان، في هذا المعرض أستاذ رمزي حيدر، لماذا فلسطين أيضا تحضر اليوم؟ أول شيء فلسطين مش بالمعرض، على رأس الأولويات، فلسطين بالقلب. يعني إذا بدك يعني فلسطين والمحاور الثلاث التي تتحدث عنها. خليني اقول لك كان العنوان السنه هو ذاكره، وتفاجأنا اثناء تحضير المعرض. لماذا ذاكره؟ عفوا لماذا ذاكره؟ ذاكره المكان، ذاكره المدينه، ذاكره الانسان. هذا يعني بنعيش كلنا، مجتمعنا بيعيش على ذاكره يعني. ولكن اللي صار معنا انه استشهاد زميلتنا شيرين ابي عقلي يعني اخر لحظه كان بعد التحضير هذا الشيء، ولكن كان عندنا كمان قرار انه لازم يكون موجود لانه هي كمان من ذاكرتنا، من ذاكره المجتمع، من ذاكره ثقافتنا يعني اذا بدك. كان تكريم لإلها، وكان تكريم الافتتاح، كان تكريم لإلها وتكريم لشهداء الانفجار 4 آب. هذا بالمرحله الاولى، كان كله هذا عم يصير بالمكتب الوطني برعايه وزير الثقافه اللبناني. بعدين رحنا على ذاكرة الجماعية اللي هي خليل رعد، اللي كتار ما بيعرفوا مين خليل رعد. رعد من أصول لبنانية ولكن عاش بفلسطين وصور المدن والقرى الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بمرحلة الثلاثينات والعشرينات، عم نحكي يعني مش عم نحكي اليوم أبدا، وهذا موجود حتى قبل النكبة. يعني عندما نتحدث عن العشرينات والثلاثينات قبل النكبة الفلسطينية عام 48، أكيد أصلاً خليل عاش بفلسطين بقي ل 48 وبعدين رجع على بيروت وتوفى بال 57. فمش كتير الناس بيعرفوا مين هو خليل رعد ولا شايفين أعماله لخليل رعد. نحن السنة هو حبينا نكرمه لخليل رعد بهذا الرؤية البصرية من خلال صوره لحتى يكون حاضر. يعني ليك من لما فارقة غريبة عجيبة، رجع الموضوع الأول كان شيرين أبي عقلي فلسطيني، اجى خليل رعد فلسطيني، واجانا مصور فرنسي اللي هو عرض صوره، كان مصور بالحرب الخليجي الاولى بطهران، بالانتفاضه الاولى بفلسطين والحرب الاهليه بلبنان. كان سمينا المعرض تبعه طهران القدس بيروت، يعني اخذنا 3 مدن. ولك من المفارقه انه هول المدن الثلاثه طهران القدس بيروت جمعوا بمعرض واحد. هذا يعني كله حصل بالصدفه. في عنا اللي زائد عن هذا الشيء، كمان في عنا معرض اليوم افتتحناه، نعم، هو كمان من الذاكرة،
اسمه الجمل الجميل، بيروت بالستينات والسبعينات، يعني بتلاقي صور فيروز، صباح، ام كلثوم، كل الفنانين اللي عاصروا هذيك المرحله. طيب دكتور رمزي، لانه لم يتبقى الكثير من الوقت، اريد ان اعرف كيف كان التفاعل ايضا مع هذا المعرض، خاصه انه نتحدث عن مجموعه كبيره من المصورين حضروا من 28 بلدا، نتحدث عن 66 مصور عربي و33 مصور من دول اجنبيه، كيف كان التفاعل؟ هل رصدتم تفاعل؟ لانه انتم تتحدثون ايضا في هذا المعرض انكم تريدون ان تخلقوا مساحه لتعزيز ونشر ثقافه الصورة في لبنان والعالم العربي. صحيح. هل تمكنتم من ذلك؟ هل وجدتم أن هناك إمكانية لتعزيز هذه الثقافة عند اللبنانيين والعرب؟ أكيد. أول شيء اللي اشتركوا اللي قدموا أعمالهم كانوا 570 شخص اللي اشتركوا بالمهرجان، يعني تم اختيار 92 أو 96 واحد أعمالهم نشرت، دليل على نجاحه للمشروع على وتفاعل الناس معه. اللي اكثر كان اللي كان مفاجئ لان لك بصراحه حضور الناس الكثيف اللي كان لليوم مستمر بالمكتب الوطني، المعرض يوميا في ناس بيجوا بيشوفوه بمركز الدراسه الفلسطينيه نفس الشيء، وبجريده السفير نفس الشيء، يعني دليل انه الناس مهتمه وبدها تشوف وبدها اكثر تعرف عن حضارات. اصلا هو كل المهرجان هو تواصل مع الاخر، يعني مع مجموعه كبيره من البشر. في 62 بلد اللي اشتركوا، 62 دوله يعني اشتركوا بالمهرجان. من هون اهميته للمهرجان، تبادل الثقافات. يعني اول شيء كمان بيروت ما ننسى، يعني دوره طليعي بهذا بمجال الثقافه، على المستوى الثقافي طبعا. وكانت حاضنه كمان لكل قضايا العرب ولفلسطين، يعني خلينا على المستوى الثقافي والاجتماعي وعلى كل المستويات والاعلامي والعسكري، اللي خلينا اكثر انه نفكر انه هذا المهرجان يستمر هو اقبال الناس ومشاهدتها للصور. فانا اليوم بدعيهم انه بعده المهرجان مستمر لاخر ايلول بالمكتب الوطني وبجريده السفير، بدعيهم لمشاهدته للمهرجان، لانه يعني في تبادل ثقافي واجتماعي من خلال الصوره. يعني انت في بدل ما تروح من هون على اسبانيا مثلا او تروح على فلسطين، كمان في فلسطين اجت لعندك. جميل. فسهل عليك انك تشوفها، واذا بدك العراق اجت لعندك، تونس اجت لعندك، المغرب اجى لعندك، يعني كل الدول العربيه اجوا لعندك، والدول الاوروبيه. هيدا المهرجان الصوره هو مهرجان دولي وعربي، مش محلي ولا عربي. وهنا تبرز ونؤكد على أهمية ثقافة الصورة لتوثيقها تاريخ مهم للغاية. إذن في هذا المعرض مشاهدينا، كما ذكر أستاذ رمزي حيدر مؤسس ومدير مهرجان بيروت للصورة ورئيس جمعية دار المصور، شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم في المشاهدين. شكرا لك، بس بدك تسمح لي أشكر كل اللي بدك تسمح لي أشكر كل اللي اشتركوا بمهرجان بيروت للصورة، وبقول له إن لقاء آخر إن شاء الله، العام القادم. وبالأخص بدي اشكر من قلبي عن جد، عم بحكي مصورين اللي هن عانوا وما زالوا يعانوا بفلسطين، اللي هن نجحوا مشروعي او مشروعنا انتهى الوقت استاذ رمزي للاسف. يعني نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المعرض، وكل شكر لمن ذكرتهم ايضا، وشكر الدائم لكم مشاهدينا على المتابعه. دائما المزيد الميادين.net. الى اللقاء.